السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في حلقه جديده على التشانل اللي هنتكلم فيها باذن الله عن الهاير اوردر فانكشنز. ده كونسبت اساسي ومهم جدا انك تكون عارفه، سواء انت اصلا بتشتغل جافا سكريبت بيور او انت لسه هتبدا انك تشفت وتخش على فريم ورك زي رياكت مثلا او غيرها. فاساسي جدا انك تكون عارف تتعامل بطريقه سلسه او مرنه مع الهاير اوردر فانكشنز اللي انك هتستخدمها بشكل كبير جدا. فخلونا نبدا كده بالتعريف بتاعها اصلا، ايه هي الـ higher order functions، وبعد كده هنبدأ ان احنا ناخد امثلة على اشهر الـ functions دي. طيب في البداية ايه هي الـ higher order functions، او الاختصار بتاعها كده HOF. ببساطة كده من اسمها اصلا ان هي function بتستقبل منك في الـ arguments بتاعتها function تاني. حلو كده، عشان كده بنسميها الـ higher order functions، وهنشوف ده بشكل عملي دلوقتي عشان توضح بشكل اكبر. طيب الامثلة عليها ايه؟ عندك الفوريتش، عندك الفايند، عندك الماب والفلتر والسورت والريديوس. احنا هنتكلم النهارده عن اشهر اربعه اللي هما الفلتر والماب والريديوس والسورت، ويعني تقريبا كلهم نفس الفكره. ممكن انت بعد كده تخش في الدوكس مثلا بتاعت الجافا سكريبت، حاجه مثلا زي جافا سكريبت انفو، تبدا انك تشوف باقي الفانكشنز دي بتشتغل ازاي. طيب خلينا بقى نبدا على طول عشان نشوف يعني طريقه التعامل مع الفانكشنز دي. انا عندي هنا array مكون من 5 أرقام، 1 2 3 4 5، وخلونا نبدأ بالماب، أو خلونا نبدأ بالفلتر. تمام كده، الفلتر من اسمه لو أنت عايز تفلتر أو تخرج مجموعة من المجموعة الكبيرة، عايز تخرج مجموعة صغيرة، تعمل فلتريشن للمجموعة من الأرقام دي. أنا عندي هنا 5 أرقام، عايز أطلع منها مجموعة بناء على كونديشن معين، لازم يكون عندي كونديشن ببدأ إن أنا أفلتر على أساسه. طيب لو هعمل ده اصلا بالطريقه العاديه من غير الفلتر ميثود او فانكشن هنعملها ازاي؟ خلينا نشوف كده. انا مثلا عندي هنا ال5 ارقام دول عايز افلتر منهم الارقام الزوجيه بس، الايفن نمبرز. هعملها ازاي بالطريقه العاديه؟ ممكن انك تيجي بكور عاديه خالص، تمام كده، و بكل بساطه كده بعد ما ماشي، بعد ما انت عملت اكسس على الاليمنت هتقول له اف الاليمنت ده الموديولس بتاعه على الاثنين بيساوي صفر، ده معناه ان الاليمنت ده زوجي او ايفن نمبر يعني. فساعتها هتقول له هاته معايا، يعني هتعمل مثلا تعرف هنا كده array تاني filtered numbers وهتخليه فاضي. بعد كده تبدأ انك تبوش بناء على الكونديشن ده، تقول له هنا ايه، هتقول له filtered numbers ده دوت بوش، وهتبوش فيه الاليمنت في حالة ان هو زوجي، غير كده مش هتعمل حاجة. تمام. طيب لو جينا هنا بقى نعمل console log filtered numbers، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الكونسول. لو جيت هنا خلينا بس نكلير الكلام ده، وهقول له نود، وبعد كده اسم الفايل بتاعي اللي هو الاب دوت جي اس، اب دوت جي اس. طيب ايه المشكلة هنا؟ هو هنا بيقول لك ان الـ array is not defined. فين الـ array؟ عشان الـ array اللي هنا ده. تمام، انا طبعا بحب اسيب الحاجات دي يعني، مش هقاطع الاجزاء دي عشان نشوف برضو ازاي ان احنا بنتعامل مع الايرورز سوا. تمام. طيب هاجي هنا هشغل النود جي اس، هيقول لك 2 و4 زي ما انتم شايفين كده. فلتر نمز ده عباره عن اري مكون من رقمين بس اللي هما الارقام الزوجيه ال2 وال4، ده اللي احنا كنا عايزين نعمله. طيب بدل كل الكود اللي هنا ده انا عايز اعملها بطريقه اسهل شويه بالفلتر فانكشن ده. نعملها ازاي؟ اول حاجه هتبدا بالري بتاعك اصلا اللي انت تبدا تعمله فلتريشن، وتعمل دوت فلتر. تمام، زي ما قلت الفلتر دي عشان هي هاير اوردر فانكشنز فهتستقبل منك في البرنسيس بتاعتها فانكشن تاني. انا استخدم هنا ايرو فانكشن. الفانكشن التانيه دي هتبدا تقول له اف نفس الكونديشن بتاعك ده. طيب الفانكشن التانيه دي اصلا ليها اكسس على ايه؟ ليها اكسس على اكتر من حاجه. اول حاجه اللي هي الايتم نفسه، الايتم الواحد بس. لو انت مطلوب مثلا على مجموعه من الارقام في الحاله بتاعتنا دي، فانت معاك اكسس على كل رقم منهم في كل اتريشن.
لو مجموعة من السترينجز معاك اكسس على كل سترينج، لو مجموعة من الاوبجكت معاك اكسس على كل اوبجكت، تمام؟ فده اول حاجة نسميها مثلا هنا نم، ومعاك اكسس على الاندكس بتاعه وكمان الاري. الاندكس والاري دول عبارة عن اوبشنال بارامترز او arguments، لكن ال required واللي انت لازم تحطه فعلا تستخدمه هو ال element نفسه اللي هو النم ده، تمام؟ هقول له هنا اف النم نمبر بتاعي يعني المودلس بتاعه على الاتنين بيساوي صفر، فساعتها هقول له return true. يعني ايه return true؟ يعني رجعه معايا، يعني النمبر ده انا محتاجه معايا. طيب هخزن بقى الريزلت دي فين؟ يعني انا بريترن ترو تمام، بس هخزنها فين؟ هتعرف هنا متغير وهتسميه filtered، تسميه اي حاجة يعني، تمام؟ ونعمل بقى كومنت هنا كده filtered nums، تمام؟ وخلينا نكونسول نطلب filtered nums، تمام كده. تعالى نشغل الفايل هتلاقي عندك نفس الريزلت بالظبط. طيب لو تلاحظ كده هنا كان فيه اكتر من تقريبا 5 6 سطور، هنا الموضوع اسهل بكتير جدا في الكتابة بتاعته واسرع معاك وكمان ريدبل اكتر. طيب خلينا كمان نخفف الكود بتاعنا عن كده. انت هنا ممكن ترتين ورد واحد، خلونا نوريكم الشكل ده. لو عملت ريتيرن الواحد فمعناها ان ريتيرن ترو برضه، تمام؟ ممكن كمان انك تشيل اصلا تحط الكونديشن بتاعك ده بعد الريتيرن هنا، تمام؟ وتشيل الاف بتاعتك دي، برضو معناها ان الريتيرن النمبرز بس المودلس بتاعها على الاثنين بيساوي صفر، يعني ريتيرن الارقام الزوجيه بس. لو عملنا برضو تشغيل او عملنا انفوك يعني الفايل هتلاقي عندك نفس الريزلت بتاعتك. طيب ناخدها كمان ستيب فارزر زي ما بيقولوا. لو انت عايز دلوقتي تشيل لو انت عندك في الفانكشن دي بتريتيرن حاجه واحده بس وبتكونسول دوت لوج حاجه واحده بس، عندك لاين واحد بس في الكيرلي براكتس بتاعتك، فانت ممكن تشيل الكيرلي براكتس بالشكل ده، ممكن تشيل كمان الريتيرن كيورد وتسيب الفايل بتاعك ومش هيكون عندك اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده لو برضو عملت انفوك للفايل هتلاقي عندك نفس الريزلت بتاعتك، تمام؟ حاجة كمان اصلا سبيسيفيك يعني بالايرو فانكشنز، ان انت لو عندك بارامتر واحد بس انت ممكن تشيل البرنسيز دي من هنا، تمام؟ بس طبعا لما بعمل سيف هو بيرجع تاني عشان بس البريتير اكستنشن اللي عندي، بس لو شلت البرنسيز دي مفيش اي مشكلة برضه. فده كده خلال بس لاين واحد انت عملت نفس الريزلت اللي انت كنت بتعملها بالطريقة القديمة بالشكل ده، حلو كده. طيب خلينا نخش على الفانكشن اللي بعدها. بس قبل ما نخش نركب كده تاني الفلتر. الفلتر ببساطة أنا عندي مجموعة كبيرة ومحتاج إن أنا أخرج منها أو فلتر منها مجموعة صغيرة بناء على كونديشن معين. طيب نخش بقى على الماب. الماب شبه الفلتر بشكل كبير، بس خلينا بس ناخد ده معانا تحت. بس الفرق إن الماب بتشتغل على كل الإليمنتس بتاعتي، تمام؟ وبتبدأ إن هي تعمل لها مابنج ل array جديدة. يعني مثلا أنا عندي ال array اللي هي من 5 أرقام دول، أنا عايز أعمل لها mapping ل array جديدة، بس هيحصل فيها تعديل معين، في mutation أو modification معين هحب إن أنا أعمله على ال elements بتاعتي دي. بمعنى إن أنا مثلا عندي الأرقام دي كلها أنا عايز أخليها مثلا بالسالب، يعني مثلا هتبقى سالب 1 سالب 2 سالب 3 مكان ال 1 2 3. هعمل حاجة زي كده إزاي؟ برضه بالطريقة العادية انت ممكن تعمل فور لوب وتبدأ انك تحط سالب وتبوش على الاري الجديدة، تمام؟ بس مش هكرر بقى عشان ما نضيعش يعني او ما نطولش يعني في الفيديو. فهبدأ على طول ان انا استخدم الماب بنفس الطريقة بالظبط. هتعمل الاري وتبدأ انك تماب عليها وبتستقبل منك فانكشن، والفانكشن دي بتديك اكسس على النمبر الواحد او الايتم الواحد، وهنا في الريتيرن هتبدأ انك ريتيرن الحاجة اللي انت عايزها. انت زي ما قلت هنا في الكيس بتاعتنا دي ان احنا نبدأ نخليهم بالسالب، فهتقول له ريتيرن السالب نعم. طيب هتريتيرن فين؟ برضو بنفس الطريقة بالظبط، هتريتيرن في array دي، هتقول له هنا، هتقول له طيب هتقول له هنا new array هو مبدأ array مثلا اي حاجة يعني، وهتبدأ انك console.log new array ده
بالشكل ده، وخلونا نعمل انفوك ونشوف اللي هيحصل. زي ما شايفين كده نفس الخمس ارقام بتوعي بس رجعوا بالماينس، ده اللي احنا كنا عايزين نعمله. طيب انت ممكن تضرب في اتنين، تضرب في خمسة، اي اوبريشن يعني. انا هنا بس بدي بيزك اكزامبل، بس انت ممكن تعمل اوبريشنز اعقد من كده بكتير يعني. طيب نفس الفكرة بالظبط، انت عندك هنا بتريتيرن حاجة واحدة بس برضه، فممكن تشيل الريتيرن، ممكن تشيل ال كيرل براكتس من هنا وتسيف، تشيل ده كمان، تعمل سيف. اللاين الوحيد ده بيعمل نفس الفانكشن اللي كنت هتعملها بخمس ست سطور بالطريقة العادية جدا. طيب نريكاب برضو الفكرة من الماب بشكل سريع. المابنج انك بتماب array اللي هي الاولد array او الاري الاوريجينال بتاعتك لنيو اري انت عايز تعمل فيها تعديل معين، عايز مثلا تضيف حاجة، تنقص حاجة، ايا كان. خد بالك برضو ان انت مش لازم تتعامل مع ارقام، انت ممكن تتعامل مع strings، ممكن تتعامل مع objects. فالفكرة واحدة ولكن التنفيذ نفسه مختلف حسب الكيس بتاعتك انت. طيب خلينا نخش على السورت. طبعا لو انا جبت هنا الري بتاعتي دي وبدأت ان انا مثلا نعمل يعني نشيلها ونخليها مش سورتد، نخلي مثلا هنا سالب خمسة مثلا، بعد كده مثلا هنا 10 20، بعد كده هنا سالب 2، حاجة شبه كده. وجيت ان انا اعمل سورت للاري دي، عايز ابدأ ان انا اعملها سورت من الصغير للكبير. طبعا لو جيت عملت array بالسورت كده وعملت كونسول دوت لوج للاري، زي ما شايفين كده في مجموعة من الأرقام اتعملها سورت فعلا، بس في مجموعة من الأرقام مش منطقية. ازاي؟ عندك هنا 10 جت قبل الاتنين. طب ليه حصل كده؟ ببساطة في الجافا سكريبت لما تيجي تعمل سورت بالطريقة دي انت بتسورت على أول ديجيت، فأول ديجيت هنا في العشرة هو الواحد، لكن أول ديجيت في الاتنين اللي هو الاتنين، فالواحد أقل من الاتنين، تمام؟ بغض النظر عن باقي الرقم هو بيسورت على أول ديجيت. طب أول ديجيت خلاص حصل له سورتنج بيبدأ يخش على تاني ديجيت، تمام؟ كأنك بتسورت بالظبط حروف أو كلمات بس أبجد، هي نفس الفكرة بالظبط بس مع الأرقام. طيب في طريقة تانية إن أنا أعمل سورت بقى بالشكل الصح فعلا، وأبدأ إن أنا سورت الأرقام بتاعتي، باستخدام السورت هاير أوردر فانكشن. طيب هنعملها إزاي؟ بكل بساطة هتيجي هنا وتبصي له الفانكشن بتاعتك as an argument، وتبدأ إنك تأكسس الأيتم الواحد وتسميها بقى نام واحد، وكمان معاك أكسس هنا على حاجة مختلفة اللي هي نام اتنين. ليه بقى معاك أكسس على اتنين من الأيتمز؟ لأن السورت معتمد بشكل كبير جدا أيا كان نوع السورت على المقارنة، فأنت بتقارن كل element باللي بعده، تمام؟ تبدأ تشوف هو أكبر منه ولا أصغر منه، أي نوع سورت سواء ميرج سورت، سيليكشن، انسيرشن، أيا كان، فأنت بتشتغل بالطريقة دي، تبدأ إنك تقارن كل الرقمين مع بعضهم. فهناخد هنا نم واحد ونم اتنين، وكمان معانا أكسس على الإندكس والأري، بس دول أوبشنال زي ما قلت. تبدأ إنك ترتيرن نم واحد ناقص نم اتنين، كده هيبدأ إن هو يسورت فعلا بالشكل اللي إحنا عايزينه. لو جيت شغلت الفايل هتلاقي عندك الترتيب او السورتنج بتاعك ظبط، الاتنين جت قبل العشرة، تمام؟ طيب ليها اكتر من طريقه بصراحه، هنا انت ممكن تستخدم اكتر من طريقه بس دي اسهل حاجه. طيب لو انا عايز سورت بس بالعكس من الكبير للصغير، ممكن تعمل ريفرس وبعد كده تسورت بالشكل ده، او انك اصلا تعمل هنا نام اتنين ناقص نام واحد، تمام؟ بالشكل ده كده هتلاقي ال20 هي جت في الاول وبعد كده السالب خمسة جت في الاخر، حلو كده. طيب عشان برضو انت بتتكلم حاجة واحدة، فانت ممكن تشيل الكلام ده من هنا، تبدأ انك تعمل سيب وتشغل، وهتلاقي نفس الريزلت بتاعتك مفيش أي مشكلة، حلو كده. طيب ده كده السورتنج باختصار في الجافا سكريبت بيتم ازاي. زي ما قلت انت ممكن تلاقي هنا أكتر من طريقة برضو، انت ممكن تلاقي مثلا ان لو نوم واحد أكبر من نوم اتنين فساعتها ريتيرن واحد إلس ريتيرن سالب واحد، فبرضه هيبدأ ان هو يسورت. ممكن ترتيرن ترو لو نوم واحد اكبر من نوم اتنين، إلس ترتيرن فولس. بس اسهل طريقه خالص او يعني اصلا المعتاد الناس عليها انك بتطرح ما بين الرقمين بتوعك، لو نوم واحد اللي هو البارامتر الاول ده ممكن تسميه اي حاجه، ممكن تسميه هنا مثلا ايه، يعني برضه هوريها لكم هي نفسها بالظبط، تمام؟ لو البارامتر الاول
ناقص البارامتر التاني معناها ان هو هيسورت من الصغير للكبير. طب البارامتر التاني ناقص البارامتر الاول هيسورت من الكبير للصغير، تمام كده. طيب نخش على اخر فانكشن معانا وهي الريديوس. لو جيت خدت الري بتاعي، خلينا بقى نكريت الري مرة تانية اللي هو اللي كان معانا في الأول، 1 2 3 4 5، تمام كده. الريديوس بتعمل ايه؟ الريديوس بتبدأ ان هي تعمل حاجة شبه كده البريفكس سم تكنيك، بمعنى ان انا عندي مجموعة من الارقام هنا، بس انا عايز اعمل مثلا اجمع كل رقم على اللي قبله واطلع الريزلت الاخير، بمعنى ان انا عايز هنا اعمل كومنت كده، عايز اجمع 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5، تمام. الريزلت الاخيرة بتاعت الكلام ده كله اللي هي 3 و3 6 و4 10 و5 15، عايز ريتيرن 15 من الاري ده. ممكن تعمل ده بالطريقة العادية، ممكن تعمل الطريقة العادية ببساطة، تعرف متغير اللي هو السم هتسميه او هتديله initial value 0، بعد كده تعمل فور لوب وتبدأ انك تضيف على السم ده، كل element في الاري تبدأ تضيفه على السم. دي الطريقة العادية خالص. طيب ازاي نعمل ده بس بال reduce function؟ هتيجي هنا array وبعد كده تعمل reduce، تبدأ انك تأكسس معاك function هنا، وتبدأ انك تأكسس ال بتاكسس هنا حاجتين. اول حاجه اللي هي الاكيوميليتور او بيسموها كتير التوتال ساعات. الاكيوميليتور ده اللي هو انت بتبدا تجمع فيه اللي هو السم في الحاله بتاعتنا، تمام. وتاني حاجه هي الكرنت فاليو او الكرنت اليمنت اللي انت واقف عليه دلوقتي او الكرنت ايتم. فاول حاجه نسميها التوتال او خلينا نسميها السم عشان برضه تكون واضحه اكتر. تاني حاجه هو الكرنت، تمام. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ريتيرن sum plus الكرنت، بمعنى ان انا في كل iteration بتحصل هبدأ ان انا اجمع الكرنت value اللي انا واقف عليها دلوقتي على السم اللي كان معايا اصلا اللي هو الاكيوميليتور اللي بيبدأ يجمع بشكل تراكمي، تمام. وبخزن الريزلت بتاعته دي في السم. طيب لو جيت هنا بقى عملت console.log، خلينا بس نخزن الريزلت الأول هنا مثلا final sum، بعد كده هبدأ إن أنا أكونسول بتلوج الكلام ده final sum، وخلينا نشوف كده هيطلع 15 ولا لأ. انا شايفين فعلا طلع 15. طيب في حاجه كمان قبل ما ننساها برضو في الريديوس فانكشن، ان هي بتقبل منك بارامتر تاني. البارامتر التاني هنا ده هو الانيشال فاليو. الانيشال فاليو ايه اصلا؟ للسم او للاكيوميليتور بتاعك. طيب هي في الحاله بتاعتنا هنا انا ممكن احط زيرو هيطلع لك 15 عادي جدا. طيب ايه اللي حصل هنا؟ انا كنت حطيت الزيرو ما بين سكوير براكتس، بس هي زيرو عادي جدا. طيب لو انا مثلا حطيت هنا 100، المتوقع هنا ان هو يطلع ايه؟ يطلع 115. ليه؟ لان الانيشال فاليو اللي هو يبدا يجمع عليها اصلا هي 100، فيطلع لك هنا 115 زي ما انتم شايفين كده، تمام. طيب هل انا لازم اعمل باسنج للبارامتر التاني ده؟ لا مش لازم، زي ما انتم شايفين كده في الاول الانيشال بتاعه مش بزيرو، الانيشال بتاعه مش بزيرو، الانيشال بتاعه لو انا مش عامل باسنج ليه هو اول element في الاري بتاعي، يعني اول حاجه بتاعته او الفاليو ليه هي الواحد، بعد كده يبدا يجمع على الواحد، تمام. طيب عشان اضمن دايما ان هو يبدا من الصفر، السم في الكيس بتاعتنا الاولى اصلا بعمل لها انيشال بصفر، فاحط هنا صفر. طيب في كيس برضو ممكن يديني ايرور لو انا ما عملتش باسنج للانيشال فاليو. ايه هي الكيس دي؟ لو الاري بتاعي فاضي اصلا. ليه؟ لان مفيش اول element فمفيش انيشال فاليو ديفولت. فلو انا هنا شلت ده يبدا ان هو يطلع لك ايرور زي ما شايفين كده، قال لك انه نو انيشال فاليو، مفيش اصلا انيشال فاليو، مفيش اول element هنا يجمع عليه. لكن لو حطيت هنا صفر بالشكل ده
طلع لك الانيشال فاليو اللي هي صفر، بس طبعا ما جمعش عليها حاجه لان مفيش اصلا فاليوز في الاري، يبدا ان هو يجمعها بشكل تراكمي. طيب اخر حاجه بقى معانا في الفيديو فكره التشيننج. انت ممكن تعمل تشيننج بين كل الفانكشنز اللي احنا عملناها دي، انت ممكن تعمل سورت بعد كده ماب بعد كده فلتر بعد كده فوريتش عادي جدا. تمام، خلينا نعمل مثال بسيط على كده. انا مثلا عندي الاري ده، اخده كده بالشكل ده، عايز اعمل له اول حاجه مثلا خلينا نعمل نبدا بايه، نبدا بالماب مثلا. تمام، array dot map، وهنسيب طبعا الـ array dot بتاعتنا في الفاينل. array dot map اللي بتديك اكسس على كل element او item، تبدا انك ترتيرن من هنا الـ array ده، بس هتخليه مثلا بالـ minus، فهتقول له minus item. تمام كده الريتيرن في الفاينل ده نفس الاري بس كله بالماينس. طيب انا عايز اعمل تشيننج بقى في الحاله بتاعتنا دي، بعد ما خليته بالماينس هبدا ان انا مثلا اعمل حاجه زي الفلتر الاول، نفلتر الارقام الزوجيه بس اللي هي سالب 2 وسالب 4، فهتقول له فلتر وبعد كده هتديك اكسس على الايتم. الايتم ده هتريتيرن ايه؟ هتريتيرن منه الارقام الزوجيه، يعني لو الايتم ده المدرس بتاعه على الاثنين بيساوي صفر، يبقى انت معاك في الفاينل ده سالب 2 وسالب 4. طيب خلينا نشوفها كده، لو جيت هنا عملت انبوك خلينا بس نكونسول دوت لوج الاول ده. تمام، ده انه يطلع لك سالب 2 وسالب 4. طيب عايز اعمل تشيننج كمان، مثلا هنعمل سورت بس بالعكس، هنخلي الصغير الكبير سالب 4 بعد كده سالب 2، فتقول له سورت ومعاك اكسس على ال A وال B، وهتنتقل من هنا ال A ناقص ال B بالشكل ده، ولو جينا شغلنا هتلاقي عندك سالب 4 وبعد كده سالب 2. فهو ده المقصود بالتشيننج، ان انت ممكن تعمل اكتر من اوبريشن على نفس ال array وتخزن ال result النهائية بتاعتك في ال final وبس كده. اعتقد يعني معظم ال functions اللي اتكلمنا عليها النهارده وضحت بشكل كبير. مهمة جدا انك تكون فاهم ال functions دي بتشتغل ازاي، وتبدأ انك تتعامل معاها بشكل سلس وتكون سهل بالنسبة لك في الكتابة بتاعتها، لانك استخدمها كتير جدا. ولو استفدت من الفيديو فما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، ونتقابل بإذن الله في الفيديوهات الجاية، وسلام.